الشعبية الحاضرة معنا في هذا الشكل النضالي مثلاً على قراءة البيان بيان هذه وهذا النشاط الاحتجاجي إحياء لذكرى 1 فبراير 2012. المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع تازة، الهيئة الحقوقية لجماعة الإحسان تازة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تازة. بيان: لقد مرت على الأحداث العنيمة التي شهدتها مدينة تازة يوم فاتح فبراير 2012 سنة تاب، واستذكارا لهذه الأحداث وما كان لها من وقع ومخلفات، واستحضارا للمطالب التي رفعتها الساكنة والتي أججت الوضع نحو الاحتقان لتندلع الأحداث إياها، اجتمعت الهيئات الحقوقية التالية: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة، والهيئة الحقوقية لجماعة الإحسان تازة، والمركز المغربي لحقوق الإنسان فرع تازة، وأصدرت البيان التالي: إن الهيئات الحقوقية الموقعة أسفل والمجتمعة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة بتاريخ 31 يناير 2013، واستحضارا منها للأحداث التي عرفتها المدينة يوم 1 فبراير 2012، وبعد استقرائها لمطالب الساكنة وتقديمها للوضع الحقوقي المحلي في مختلف أبعاده، لتسجل ما يلي: منع السلطات للمسيرة الاحتجاجية التي دعونا لها يعبر عن استمرار العقلية المخزنية بمقاربتها الأمنية البائدة، وعدم القطع مع ممارسات الماضي ونهجي أسلوب المنع والقمع. استمرار أسباب الاحتقان الاجتماعي من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار واستبحال لظاهرة البطالة وضرب الحريات بالتضييق على حرية التعبير والرأي والاحتجاج السلمي وتواصل مسلسل المحاكمات والمتابعات في غياب المحاكمة العادلة وعدم الوفاء بالالتزامات وتعهدات اللجنة البرلمانية المحلية والمسؤولين المحليين وكذا الحكومة، وتطالب بما يلي: أولا، إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الأحداث باعتبارهم معتقلي رأي، وإيقاف المتابعات والكشف عن حقيقة مقتل الشهيد نبيل الزهري وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات. الجماعي لسكان تازة عامة وسكان حي الكوشة خاصة، وتمكين الجمعيات والنقابات من وصول إيداع القانونية ووضع حد للتضييق على الحريات العامة. جماهير الشعبية من كوشة المشروع للساكنة من حق في السكن اللائق مع الإسراع بتسوية الوضعية العقارية لحي الكوشة وباقي الأحياء، وإخراج مشروع تصميم التهيئة الحضرية. ثانيا، توفير الشغل للعاطلين وخصوصا ذوي الشهادات واحترام مدونة الشغل، وإيقاف موجة الطرد من الشغل التي تطال عدة قطاعات. ثالثا، الرفع من مستوى الخدمات الطبية وتوفير العطول الصحية المختصة في مختلف المجالات.
تشكيل النظام المدرسي والنقل والإيواء خصوصا بالعالم القروي، وإقامة جامعة حقيقية لجميع التخصصات، وتعميم المنح الجامعية، وإقامة حي جامعي، وفتح مدارس ومعاهد عليا أمام شباب المدينة. كما تطالب الهيئات المذكورة بما يلي: رفع الضرر المترتب عن غلاء فواتير الماء والكهرباء، وتوسيع حصة الشطر الاجتماعي مع الإسراع بإخراج مشروع التطهير الساحلي إلى الوجود، ووضع حد للممارسات اللاملتزمة لبعض مهني النقل العمومي، تحرير الملك العمومي مع هيكلة وتنظيم الباعة المتجولين بما يكفل مصدر رزقهم، محاربة الفساد والاقتناء غير المشروع واقتصاد الريع على حساب المرفق العمومي والاحتكار والمضاربة، وإعمال مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية. نطالب المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص مالي دقيق لممتلكات المسؤولين الإداريين والمنتخبين والقضائيين، مع ما يستتبع ذلك من إجراءات ونشر لائحة الممتلكات الخاصة وكذا ذوي الامتيازات واقتصاد الريع طبقا للفصل 27 من الدستور، حررنا بتازة يوم 31 يناير 2013 الموافق 29 ربيع الأول 1435 هجرية على المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع تازة والهيئة الحقوقية لجامعة الإحسان تازة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تازة، وتحية نضالية.